ترحم ألف رحمة على هذه القامة الفنية العظيمة، لكن ما يغلاش على ربنا وحد يشغل على ربنا. أستاذ عثمان رحمة الله عليه قيمة وقامة وأيقونة خلاق وفن وريادة ومعلم أجيال وطارق بصمة واضحة في حركتها الفنية. فإحنا بنعزي أنفسنا في هذا المصاب. إن لله وإنا إليه راجعون. يعني كان من أبرز بصماته إن هو أخرج فنانين ليه طلع مواهب. هو طلع مواهب ما كانتش موجودة في اللي طلعها. ما في شك. يعني على أيديه اتولد نجوم. النهاردة عدد كبير من الفنانين. الرسالة اللي تقولها لي. وتقول برضو للفنانة سلوى. أنا بعزي نفسي مش بعزي حد. أنا بعزي نفسي. آخر مكالمة كانت إمتى؟ كانت من 4 شهور. إيديك. كان لقاء في اسكندرية. كان موصيك بإيه؟ لا يوصيني ليه؟ يوصيني على إيه؟ كان مسجل القرآن بصوته علشان يوصل للأجانب وما كانش منتظر مقابل من حاجة زي كده نهائي. وكان بيشرح القرآن. لا أستاذ عثمان رحمة الله عليه ليه بصمات عديدة. يعني ما تكلمنيش في الجزئية دي، بس عثمان كان موسوعة فنية وله أيادي بيضاء واضحة على اسكندرية على وجه التحديد. مراكز شباب، قصور ثقافة، أندية. عثمان محمد علي علم من أعلام الفن المصري. ممكن نشوف فنان زيه الفترة الجاية زي الفنان عثمان؟ مصر ولادة، يعني العجم في وجه الله. صوت بس على صوتنا إلهام على الصبر والسلوان. أستاذ عثمان يعني كان عزيز علينا جدا. يعني أنا جاية النهاردة علشانه وعلشانها، يعني هما الاثنين بالنسبة لي غاليين عندي قوي قوي. كان في علاقة طيبة يعني، وكان أب لي بصراحة. يعني كان أب جميل. آخر مرة شفتيه إمتى؟ لا آخر مرة اتكلمنا في التليفون يعني بعد ما يعني قبل مهرجان المسرح السنة دي وبعديها. قال لك ايه؟ كلمنا في التليفون وكان كويس قوي. بس يعني هي بتقول لي الفتره الاخيره يعني تعب شويه. هل تتذكري مثلا مواقف حصلت بينكم؟ نعم؟ مواقف تتذكريها يعني نصيحه قدمها لك او لا؟ كتير طبعا. يعني اساتذتنا الكبار دول كانوا بيدونا نصايح كتير جدا في بدايه حياتنا الفنيه، خبرتهم الكبيره طبعا في الشغل. فمش مش هذكر نصيحه معينه، ولكن اكيد طبعا اداني نصايح والدجيلي كله. يعني انا اشتغلت معاه ويعني كنت ببقى سعيده ان انا بشتغل معاه. يعني تحس ان اب بجد. يعني تقولي لها الفنانه ارضى سلوى عثمان، تقولي لها اقول لها ربنا يصبرك. يعني لان يعني غياب الاب ووفاه الاب دي كسر الظهر، بس ربنا يقويك ان شاء الله ويصبرك. ويعني كفايه الناس كلها بتحبه ان شاء الله في الجنه يا رب. عليك ايه على انه كان مسجل القران بصوته طبعا بجانب اعماله الفنيه العظيمه؟ يعني يعني مش اي حد يسجل القرآن بصوته. يعني يعني الا اذا يجيد اللغه العربيه ويجيد القراءه هو ده اللي بيسجل القرآن بصوته. فطبعا يعني دي حاجه تتحسب له، ويا رب يشفع له يوم القيامه يا رب. تعليق يعني جاب بعض الفنانين النهارده عنه. نعم. تعليق يعني جاب بعض الفنانين النهارده عنه. انا مش هقدر اتكلم لان ممكن كل واحد بيبقى عنده ظروف، فما اقدرش اعرف ظروف الاخرين ايه. يعني يمكن انا في بعض يعني من العزاءات ما بكونش قادر احضرها، بيكون عندي ظروف خاصه او حاجه صعبه وخارجه عن ارادتي ببقى عايزه اجي، فلكن غصب عني بيبقى في ظرف بيمنعني. فمش هقدر احكم على زميل لان ممكن انا اتعرض لظرف يعني زيه بالظبط واتاخر عن عزاء يكون بيبقى غصب عني. لكن مش معناه ان مفيش ود وحب بيننا، لا بالعكس احنا كلنا بنحب بعض. وسلوى كمان فنانه جميله واخت ومحبوبه جدا جدا، وسيد عثمان محبوب جدا جدا جدا. فكل واحد اكيد عنده ظرف، فلازم نلتمس لبعض الاعذار والظروف.